يعني خليني في الأول أقول لك يعني الدور الأول عامة أفرز سوء ملاعب للكاميرون أثرت كتير جدا على المنتخبات العربية تحديدا. اثنين سوء مستوى بعض النجوم هنتكلم على مانيه على محرز وده أسماء كبيرة جدا موجودة في البريمير حتى المستوى بتاع محمد صلاح حتى الآن لم يرتقي للشكل بتاع محمد صلاح. ثلاثة هبوط مستوى اللاعبين واللاعبين مؤثرين في انديتهم وده جاي ناتج من عمليه التنظيم والشكل العام بتاع الاجواء اللي موجوده بالنسبه للكاميرا مؤثره كتير جدا على بعض المنتخبات اللي ما عندهاش القدره في المعيشه على الاجواء الكاميرونيه ولكن في النهايه برضه عايزين نرجع للجزائر لابد ان ننصف المنتخب الكوت منتخب لما يتاهل لكاس العالم ولكنه من اكثر المنتخبات اداء طيب احنا بس هنستقبل مشاركات كابتن خالد وانت بتتكلم فضل. دي الارقام ومستنيين تليفوناتكم هنفتح التليفونات حالا عشان تقولوا لنا رايكم ايه في مباراه مصر وكوت ديفوار وباقي المباريات لازم اتكلم كمان على المنتخب الغيني الاستوائي منتخب كان مفاجاه في المجموعه والمنتخب السيراليوني واحد من اكثر المنتخبات المنظمه جدا جدا ويمكن عنده حاجه بيعملها بالنسبه منتخب قليل الخبره قليل الامكانيات للضربات الثابته من اخطر ما يمكن وده يمكن بيورينا مدرب شغال على جزئيات معينه خرج. اوكي انا عارف انه خرج بس في النهايه عمل مفاجاه تعادل مع الجزائر طيب. هو اللي اثر على الجزائر على المستوى النفسي. الجزائر وتعادل مع كوت ديفوار بالظبط بدون مستوى الجزائر فعلا يعني ده لان سنه التعالي او سنه ان انت جاي عشان تكسب البطوله قبل البطوله اثرت كثير جدا عليك. اثنين مستوى قلبين الدفاع ودي مشكله الجزائر وانا بقولها لاي حد هيلعب مع الجزائر في كاس العالم ولا حاجه وجمال بالعمري وحتى وحتى عبد, عبد القادر نفس الموضوع دي الجزائر ثالثه لعيبه نص الملعب قديوره في كاس آه الافريقيه عدلان عدل قديوره واحد من اهم اللعيبه اللي عامل. في الوقت الحالي اسماعيل بن ناصر الزروقي سفيان بالدبكه بعيد بعيد جدا عن الناحيه الدفاعيه اللي اثرت النهارده شفناها مع كوت ديفوار ثلاثه مشكلة نهاية الهجمة هل يعقل رياض محرز سلام داعت. سليماني بغداد نجاح يوسف البليلي سفيان سفيان فاجولي ياسين الابراهيمي سعيد سعيد بالرحمة اكثر من سبعة لعيبة <applause> في طويل. كل نادي ممكن يجيب له 10 15 جول صح هدف واحد واللي جايبه سفيان ده كل... لعبة نص الملعب وبالتالي لاعب نص الملعب وبالتالي بنتكلم على مجموعة اخطاء كبيرة جدا اثرت على المنتخب الجزائري مع ان وجهه نظري الجزائر من الفرق اللي بتلعب كره على الارض لا الملاعب الكاميرونيه تساعدهم ولا الامكانيات الكاميرونيه تساعدهم عشان كده جمال بالماضي غلط واخطا في عمليه التعامل مع ارضيه الملعب او الكواليتي بتاع الاداء بالنسبه للمنتخب الجزائري دي وجهه نظري الشخصيه. على فكره الملعب ده اللي احنا هنلعب عليه مباراه كوت لو تجيبوا لنا يا جماعه صوره الملعب الملعب اللي اتلعب عليه بس الجزائر بتعمل لك 10 باص 15 باص اه احنا بنعمل باص ونعمل لونج باص م. باص ولا لونج باص يعني ده افضل؟ انا وجهه نظري في الملاعب دي في حاجات كتيره جدا لازم تتغير، كتر الباص ما يساعدكش الا اذا كنت كسبان 1-0 او 2-0 ممكن تدي شكل افضل للاعيبتك وامكانياتك، انما فكره ان تعمل باص, باص 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 في ارضيه ملعب زي دي لا تساعد لمحرز ولا سفيان ولا ياسين ولا كمان بغداد بنجاح ولا سعيد بالرحمه، ناس من اللي عندها كواليتي كوره كويس، كواليتي كوره محترم ومتعوده تلعب في الملاعب الاوروبيه على ملاعب حرير، مم. وبالتالي تصطدم.